بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلابنا الاعزاء واهلا وسهلا بكم. بالنسبه للتدريب الصيفي كملنا 3 حلقات واليوم نكمل حلقتين راح نكمل الحلقه الثالثه. طلابنا الاعزاء نكمل الاندوكراين سيستم. ايضا اليوم راح نتطرق لموضوع الثايرويد جلاند. عندنا حالتين مرضيات هي الهايبر ثايرويدزم والهايبو ثايرويدزم. بالنسبه للهايبو ثايرويدزم احنا يسمونه ضمور غده الدرقيه، يعني قلة افراز التي 3 والتي 4 منها. فالعلاج المتوفر حاليا بالصيدليات اللي يعوضها هو يسمونه ليفوثايروكسين. هذا اللاب الليفوثايروكسين. الليفوثايروكسين هذا موجود تراكيز 25 مايكروغرام و50 و100 و125 و150 مايكرو جرام. طلابنا الاعزاء بالنسبه لاستعمال مالته هذا يفضل ان يؤخذ على معده فاره، اللي يفيدنا كصيدلي يستعمل على معدة فارغة، طبعا يفضل قبل الأكل تقريبا بثلاثين دقيقة. عندكم بالنسبة للهايبرثايرويدزم، شوف طلاب بس قبل لا نبدأ بها، عندنا بالنسبة للأشكال الدوائية موجودة عندي هذا ثايروكسين وهذا ثايروكسين بالمية أيضا، وهذا طلاب وهذا أيضا ثايروكسين بالمية. شوفت الأشكال الدوائية لازم تطلع عليها الموجودة عندي في الصيدلية. استعماله قلنا قبل الأكل تقريبا نص ساعة ومرة واحدة باليوم، هي يعني وراء الفطور، قبل الفطور تقريبا بنص ساعة. بالنسبة للهايبر ثايرويدزم يعني زياد أو فرز أو فرط إفراز الغدة الدرقية، هنا طلاب الأعزاء عندنا مشاكل من عندها اللي هي يعني الهايبر ميتابوليزم يصير داخل الجسم، وأيضا يصير عندي تاكي كاردي. فالأدوية اللي تستخدمها هي هو الكاربيمازول. صراحة عندنا الكاربيمازول ماكو خلص، احنا يعني لينوكس باير فما موجود عندنا حاليا. الكاربيمازول صراحة إذا صارت بمجموعة من السايد إفكت، إذا كان عندي راش وبروريتس حكا صارت نتيجة، مو مشكلة ما نوقف العلاج، نعطي الأرمين أو نعطي فرانفيكسو فاس أي علاج أنتي هيستامين. وإذا فرضا صار عندنا مشاكل أخرى بالدم كي تكون جرانيولوسايتوسيس أو خربط عندي قلة النيوتروفيل النيوتروبينيا، هنا وصار عندي فرضا مجموعة من المشاكل اللي تدل على قلة الإميونيتي، لأن يصير عندي قلة بكريات الدم البيضاء، فرضا يصير عندي ماوث ألسر أو سور ثروت أو فيبر أو بروزنج، رأسا أنا أوقف العلاج وأشوف الطبيب. أيضا الأدوية اللي استخدمها للهايبر ثايرويدزم مو تريتمنت للهايبر ثايرويدزم، وإنما نتيجة يعني للتاكيكارديا اللي تصير الهايبر ثايرويدزم، نستخدمها هو البروبرانولول. البروبرانولول ب 40 ملي جرام أو 10 ملي جرام حسب ما وصف الطبيب، هذا راح يقلل لك كمية التاكيكارديا اللي يسبب لها هايبر ثايرويدزم. أيضا بالنسبة للكورتيكو ستيرويد طلاب الأعزاء أيضا أبو حسين بس تلفزيون نصي. بالنسبة للكورتيكوستيرويد طلاب أيضا هو من الاندوكراين سيستم موجود عندنا اللي لازم شرحه. الكورتيكوستيرويد هو أحسن من أنتي إنفلاماتوري. بالنسبة للكورتيكوستيرويد سلام طلاب كيف حالك؟ كورتيكوستيرويد، فعندنا طلاب بالنسبة للكورتيكوستيرويد عندنا نوعين من الكورتيكوستيرويد أو 3 أنواع تقريبا معتهن، أكو يسمونهن منرال كورتيكوستيرويد وكونن منرال كورتيكوستيرويد وكنوع ثالث صراحة نشوفه. بالنسبة للكورتيكوستيرويد طلاب عندنا، السلام عليكم. عليكم السلام طلاب، صراحة راح نقطع البث شوية لأن عندنا مراجعة.